الله انز الشيبسي. الله ازيك بتعمل بيتزا ماما؟ نعم يا ماما، شو بدك؟ جعانة يا ماما. طب وتاخذي لك هذا الشيبسي. لا يا ماما، تو انا جيت من المدرسة كلت شبس وحجر، نفسي ماما في الخبز. طيب هيجي بس دخلص هذا الشيبسي واجي ماشي اعمل لك خبز ماشي. يلا روحي ماما بس حتلعب ايش ماشي. جبالك على خوالك. يا الله، طب ليه ماما كل يوم اول ما اسالها سؤال تحكي خليني اخلص في ايدي؟ هذا لسه طوال الشيبس بدي اروح اعمل لي رغيف. ماما؟ نعم يا ماما، شو بدك؟ مرحبا، تو لسه جاي من المدرسه؟ عشان احكي الشنطه. اه شاطر يا ماما. جعانه يا ماما. يلا بدك شيبسي ولا زي اختك لانا خبز؟ بدك شيبسي؟ بدك هاد؟ طيب يا ماما يلا قولي عشان شو الحين جيبي لي الشنطة شوف شو أخذته ماشي على جاي لك يلا قولي. ماما فرجينا التورتة تبعك، على فكرة أنا بيتزا وأنت بيتزا برضه صح؟ يلا يا ماما روح هاتي لي الشنطة وأراجع ماكل أختي في المدرسة. يلا شطورة. ايوان خلي الشيبسي هون عشان ايش؟ بدنا نراجع اللي اخذتيه في المدرسة عشان اول باول عشان يوم الامتحانات النهائية. اليوم اخذنا رقم ايش؟ الشو؟ رياضيات؟ رقم ايش؟ رقم 9؟ طب عدي لي من 1 لـ9 يلا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. ممتازة يا ماما، عسل. يلا يا ماما اقرا هذا السؤال عبال ما اشوف ايش ماخذين في الدين اليوم. ماخذين دين اليوم؟ عرفتها. اخذتوا دين؟ هاي ماخذين دين اموره. عسل امل صح؟ يلا اقرا. 4، 5، ايوه صح. يلا شطور. 7، 8، 5 شاطرة. هلا بدي اقريكي دين ماشي؟ يلا هات الرياضية. يس دين. بدي اشوف ايش في الطنجرة. يا ماما عاملة عدس بحبوش. هاي الرغيف بس الله بدي اشيل الكاسة، بدي اشوف ايش في الكاسة. أنا مرة يا أختي ما تروح على الغاز وما تلعب في
وهيك رحت على الدكتور وداك ابره، لما يديك ابره غصب عنك تتالم كثير، بس بديك علاج عشان تروق ماشي. بس يعني ماما بنت صغيره ايوه، ودير بالك ودير بالك عليها ثاني مره ما تنحرق عشان من النار تصير فيها تشوهات بايدها عشان هذا ماشي. ان شاء الله يعطيك العافيه.